اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج المرور والمجتمع وقناة الانبار الفضائية. نتناول في هذه الحلقة بعض الارشادات والنصائح المرورية خاصة في شهر رمضان المبارك، وهذه التغطية الاعلامية من مدينة الرمادي. اتمنى ان تتواصلوا معنا. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع أحد سائقين المركبات نستفسر منه حول دور رجال المرور في مدينة رمادي خاصة في شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. حياك الله. شنو رأيك بدور رجال المرور في مدينة رمادي في شهر رمضان المبارك؟ الله يسلمك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رجال المرور هنا في مدينة محافظة رمادي يعني يؤدون واجبهم على اكمل وجه، يعني في زمن رمضان يعني هاي الايام يعني خاصة يعني الجو حار يعني بهذه الايام صعبة يعني تمر يعني على المواطن، الجو حار يعني، وهم هم جزاهم الله خير ما يقصرون يعني. سؤال، عندنا كم فقرة يعني الاسئلة. شنو فائدة حزام الامان بالنسبة للراكب سواء سائق او الركاب داخل المركبه؟ والله حزام الامان يعني ضروري كلش، يعني احنا خصه يعني بهذا الوقت يعني السواق يعني كلهم يعني مو شلون تقول مو كلهم يعني يعرف يعني جديدين على السياق يعني، فحزام الامان ضروري يعني السائق يركبه، يعني لا سامح الله يعني مثلا عبر طفل صار حادث قدامه يعني هو يكون يعني يحميه من الارتطام مثلا بالاستيغن، والعجله تكون يعني مهيئه. معلوماتك على السرعة، يعني السرعة المحددة قانونا وفق قانون مرور بالطرق الخارجية، مثلا هسه طريق مدينة رمادي فلوجة، برأيك السرعة المقررة ايش قد تكون؟ والله يعني ما بين 60 إلى 100 يعني هاي السرعة يعني تكون لازم، يعني شلون هو الطريق يعني خاصة يعني هسه بالجديد بدأوا يعني يصلحون بالطريق، وهاي يعني الطرق أحسن من قبل، الجسر يعني رجعوه، بس لازم يعني تكون السرعه يعني مو عاليه على مود يعني خاصه يعني الطريق لا يزال قيد الصيانه. صحيح. اي الطريق يعني قيد الصيانه، لازم يعني السرعه تكون مو عاليه يعني كلش. اي شكرا اخي الكريم. حياك الله يعني. يا حسين. اعزائي المشاهدين الكرام، لازلنا متواصلين وياكم، سوف ناخذ اراء بعض المواطنين حول بعض الأسئلة التي تخص عمل رجال المرور والإرشادات التي تخص المواطنين الكرام. طبعا هذه الأسئلة بها فائدة تنمي المعلومات لدى المواطنين بصورة عامة. تواصلوا يعني. الله يساعدكم ويساعدك. حياك الله. شلونكم عيني؟ حياك الله يسلم سيدي. سؤال، شنو رايك بدور رجال المرور في مدينه رمادي خاصه في شهر رمضان المبارك، الجو حار، واجباتهم الشارع؟ والله رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين. والله دورهم كلش جيد ان شاء الله. نعم. دور المرور ان شاء الله هنا بمدينه رمادي كلش جيد، فماكو لا بالازدحامات ان شاء الله تفريق، ماكو يفرقون الازدحامات بالشارع ان شاء الله، واقفين ما مقصرين. اكو تعاون برايك بين مواطن ورجل المرور؟ ان شاء الله اكو تعاون من كل مواطن، من منتسب، من كل شيء ان شاء الله ويا المرور. سؤال، شنو فائدة حزام الامان بالنسبة للسائق المركبة واللي معه يعني؟ والله حزام الامان اول شيء يعني من الصدمات. نعم. سيارتك لا سمح الله بالشارع وانت ما تعرف كل وقت يعني يصير الحادث او صبة او سيارة أو كل شيء، يعني يحميك إن صدمة بالسيارة. صدم بأجزاء السيارة سواء المقود أو. نعم 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 صحيح. كلمة توجهها للأخوة في محافظة الأنبار بصورة عامة وسائق المركبات بصورة خاصة. والله يحافظ. خاصة بشهر رمضان المبارك. والله يدارون أول شيء المرور، المرور يتعب بالشارع والله.
ويدارون البزنس. سياره مثل ما يقول يعني المثل العراقي يقول ملك الشارع مو ملك البشر. صحيح. يعني شويه هلا بيها التعاون المرور، وان شاء الله يحفظ الجميع. ممنون، اسفين اخرانك، شكرا. الله يساعده. اهلا وسهلا ومرحبا، كل عام بخير، رمضان مبارك. مبارك علينا وعليكم وعلى جميع امه محمد اجمعين. شنو رايك بدور رجال المرور في مدينه رمادي، خاصه في هذا الجو الحار وشهر رمضان مبارك؟ والله مشكورين رجال المرور، مالئين شوارع الانبار ونظمون السير على قدم وساق، ونشكرهم جزيل الشكر. هل تجد تعاون بين المواطن ورجل المرور؟ والله قسم متعاونين من السواق وقسم معذبين رجال المرور، هاي هي ظاهرة حضارية. بس أكو ناس ما تفتهم، أكو ناس تفتهم القانون وتفتهم الأمور اللي تهم البلد، وشوارع منظمة. هسه من طبينا بشارع السينما شارع منظم ومرتب، بس إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني رجال المرور يعني واقفين بالشوارع متحملين الجو الحار، وهم صيام، يعني هو وقوفهم من خدمة المواطن. والله فيعني نتألم كرجال مرور إذا نشاهد أنه بعض المواطنين ما يتعاونون يعني. والله رجال المرور مشكورين جدا، وموقفهم ما ينسي لأهالي الأنبار، نشكرهم جزيل الشكر. سؤال إجازة السوق، يعني حضرتك مثلا ما عندك إجازة السوق، هل تعرف العقوبة يساق المركب اللي ما عنده إجازة سوق؟ تعرف العقوبة شنو قانوناً؟ آه والله ما أعرفها، بس أنا عندي إجازة سوق. الآن السؤال يعني عام، يعني ما دا أقول لك إنه ما، بس سؤال عام للأخوة المشاهدين يعني. لا والله أنا ما أعرف عقوبة اللي أنا عندي إجازة سوق، ما أعرف. أشكرك. زين، السرعة المحددة قانوناً يعني بالشوارع الخارجية، هسه مثلاً مدينة رمادي فلوجة، طريق رمادي فلوجة، برأيك إيش قد السرعة المحددة قانوناً؟ هو اللي ما يريد يمشي سرعة حدية، هو مقسم الشارع 180 و60. نعم. طريق مفتوح أمشي 180 100، خم ألا أطير، أريد أطير. يعني هو أمشي إنه السائق يدرك إنه مسؤولية اللي تقع عليه أثناء القيادة. نعم. يعني المفروض يأمن على سلامته وسلامة الآخرين. نعم والله هي سلامة الكل إن شاء الله، ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد. شكرا، ممنون، الله يحفظك ويرعاك. شكرا. أعزائي المشاهدين الكرام، رسالة إلى الأخوة في مديرية بلدية رمادي، أطلب من حضراتهم تأثيث الشوارع الجاهزة بالعلامات المرورية، خاصة المطبات. يعني توجد مطبات على شارع 60، طبعا قبل أيام حصل حادث اصطدام بين مركبتين، سبب الحادث هو أكيد السرعة الفائقة لسائق المركبة السنتافيا لون أبيض، اتفاجأ بوجود المطب على شارع 60، حاول يستخدم الموقف، أثناء استخدام الموقف اختل التوازن بالمركبة، افترت المركبة عنده، عبر الرصيف إلى الشارع الخدمي اصطدم مركبة ثانية. يعني هذا الحادث سببان رئيسيان هم في هذا الحادث، مثل ما ذكرت آنفا عدم وجود العلامات، يعني لو موجودة علامات مرورية تحذر ساقي المركبات من وجود مطبات، خاصة الأخوة مستخدمي الطريق لأول مرة، يعني من خارج مدينة رمادي لربما ما يعرف وجود مطب بهذه المنطقة، يتفاجأ يحاول يستخدم الموقف، اختل التوازن عنده وينتج عن ذلك وقوع حوادث مرورية نحن في غنى عنها. طبعا هو ساق المركبة مع عائلة، الحمد لله يعني ما حدث إصابات للساق واللي معه، لكن نطلب من الأخوة في مديرية بلدية رمادي النظر بهذه الرسالة وتأثيث الشوارع، خاصة المطبات. طبعا المطبات كثيرة، أغلب المطبات طبعا يقوم بوضعها على الشوارع
الأخوة المواطنين أصحاب المحلات أو أصحاب البيوت بسبب استخدام السرعة الفائقة من بعض سائقي المركبات. طبعا احنا دائما نوصي نوضح عبر البرنامج بالارشادات والنصائح المرورية، نتمنى انه الاخوة المواطنين ان ياخذوا بها تفادي لوقوع حوادث مرورية. نتمنى السلام للجميع، تواصلوا ويانا. الله يساعدهم. قناة الأنبار وياكم، برنامج المرور المجتمع. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير اجمعين يا رب، علينا وعليكم ينعاد بالصحه والسلامه يا رب. رايك بدور رجال المرور في مدينه رمادي خاصه في شهر رمضان المبارك والجو حار مثل ما تعرفون؟ والله اول شيء اني احب اهني اهل الانبار بشهر رمضان المبارك واقول لهم كل عام وانتم بخير. شكرا. ومديريه المرور العامه في الانبار. شكرا. حقيقه اول شيء من ادخل مدينه الانبار من مدخل الشرق الها، طبعا اول شيء لفت انتباهي هو واجبات مديريه المرور العامه. ليش حضرتك مو سكنت رمادي؟ يعني سكنت رمادي بس حاليا بغداد. فمن ادخل يعني للدوام من اجي للرمادي حقيقه المرور يعني ماخذين فتح حيز كلش كبير. واني دائما اسال هذا السؤال، يعني اقول المرور كلش ماخذين حيز كبير يعني واجباتهم بالمحافظه. فان شاء الله الله يحفظكم يعني. شكرا. زين حضرتك اكيد السوقين في بغداد العاصمه حبيب بغداد ومدينه رمادي. نعم. اكو فرق يعني؟ هو اكو فرق مو اكو فرق، يعني الالتزام بالضوابط وهذه الامور يعني بغداد اكثر. شنو السبب رايك؟ هو اكو شغله هناك الفيلد اوسع، يعني المساحات الطرق اكثر هناك، فاعتقد هاي نقطه. النقطه الثانيه توعيه ثقافه، يعني هو هم لها دور مع العلم. احنا اهل الانبار لا يعني هاي يعني اوكي من هاي ناحية هم أوكي، بس أكو شغلة أخرى أنه هناك يمكن النساء أكثر من هنا، وأنا مع العلم هسه هنا إحنا النساء ما شاء الله كلهم يعني واخدين حيز. يعني بصراحة إحنا بمدينة الرمادي تحديدا أو بسرعة من المحافظة من نشوف امرأة السوق مركبة شيء غريب. فشي غريب يعني مثلا هاي الشغلة تقريبا صارت أكثر ورا بعد فترة النزوح. يعني أنا عن نفسي صار لي هاي 10 سنوات، يعني مو بعد النزوح صارت لي هاي الفقرة. وإحنا قبل النزوح بالمناسبة ترى أكون هواي نساء من الأنبار كانوا يسوقون. يعني أنا أتذكر والدتي مديرة مدرسة يعني تقول إحنا بال 86 كانت ويانا معلمات هواي يسوقون، فترى مو شيء جديد إحنا علينا أهل الأنبار هذا. والله بصراحة نفرح يعني من نشوف يعني نساء تقود مركبة، وهذا يعني يدل على نوعا ما رقي المجتمع والثقافة. هي قيادة، هي ترى المرأة عندها قيادة يعني، فأوكي يعني ما هي مو قيادة هسه بهواية أمور، فما أعتقد تصعب عليها قيادة السيارة يعني. أكيد بالمسؤولية المرأة نفس مسؤولية الرجل، يعني على عاتقها مسؤولية نفس الرجل كوظيفة عمل غيرها. سؤال، يعني أكو مضايقات من الأخوة مستخدمي الطريق مركبات يعني ضايقوش؟ اطلاقا اني سكني يعني قريب من شارع البعلوان. نعم. طبعا اهل الرمادي هم اهلي واني من الانبار اصلا كلهم على راسي، بس ولا مره من المرات، بالعكس يعني ماكو اي مضايقات، وبالعكس من يشوفوني جدا يحترموني، خصوصا هذا الشارع عشان عندي مجمع طبي هنا. يعني خصوصا هذا الشارع يعني كلش مرتاحه هنا بالسياق. كل حضرتك دكتوره؟ اي انا استاذه جامعيه معاون عميد كليه الطب. أهلاً وسهلاً، شرفنا بيك وآسفين أخذنا من وقتك. أعزائي المشاهدين الكرام، نحن حالياً في شارع عمر، شارع حيوي في مدينة رمادي خاصة في شهر رمضان المبارك، ويكون الازدحام فيه أكثر من عادته بالأيام البقية. عدد من العوائل والشباب يتواجدون في هذا الشارع، طبعا شارع جميل. انتشار القوات الأمنية بكثافة وكذلك رجال المرور لتسهيل انسيابية حركة سير المرور، لكن بعض سائقي المركبات للأسف يعني يترك مركبته سايد أو صف ثاني أو وقوف مائل ممنوع، هذا يسبب عرقلة لحركة سير المرور. طبعا هو شارع بالأساس بكثافة من المركبات، فسائق المركبة إذا ما يتعاون مع رجال المرور سوف يكون الازدحام مضاعف، وهذا يسبب عرقلة كبيرة. طبعا رجال المرور يعني يعانون من حرارة الجو خاصة
صيام وشهر رمضان المبارك، نلتقي مع أحد منتسبي قاطع مرور مدينة رمادي، لاحظت أنه متفاعل مع الأخوة ساقي المركبات ويوجههم بالوقوف وكذلك الانصراف من المكان الذي يستوقفون مركباتهم فيه، يعني ممنوع، وقوف ممنوع. نلتقي مع عريف المرور زياد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي نشكركم ونشكر جهودكم ويانا باشتراككم ويانا بالمواقف في الشارع، وتتابعونا وتتابعون حركة السير، بس نتمنى من السواق هواية، يعني نتمنى من أخواننا السواق يساعدونا بهذا الطريق، لأن احنا وحدنا ما نسوي شيء إذا مو مساعدة من السائق، مساعدة من المنتسب. احنا وقفتنا هنا مساعدة لكم، يعني نتمنى من كل السواق أخوتنا وقرايبنا ولد عمنا يعوفون العرف بصفحة، ويعوف الضابط من يجي عسكري بدورية. هذا شارع ما يعرف لا ضابط ولا يعرف شيخ ولا يعرف كان من يكون، النظام ماكو أحلى منه، ونتمنى الكل تلتزم بالنظام. أكو تلاحظ أكو تعاون يعني من أخو المواطنين، يعني من تقول له مثلا أخي وقوفك ممنوع، اترك المكان أو استوقف مركبتك في بارك يعني جراج، يتعاونون وياك؟ والله سيدي بعض الشيء يتعاونون، والأغلب يعني ما يتعاونون، يعني مرات ألا نضطر يعني ناخذ أرقام سياراتهم في سبيل نقص لهم وصل غرامة حتى ينفذ الأمر، واحنا هذا الشيء كله لصالحهم، يعني احنا ما حد مستفاد. وقفتنا تعبانين من الفطور لحد 12 بالليل 12 ونص بالليل حسب فك الاختناق المروري، فنتمنى من اخواننا السواق بصوره عامه يقدرون ظرفنا ويشوفون وقفتنا والمن واقفين غير لمصلحتهم هم، يعني فنتمنى المساعده من عندهم يعني من كل السواق. اكيد يعني انت تضوج او تحز بنفسك انه من انت تعبان بهذا الجو الحار وصايمين وتشوف ماكو تعاون، اكيد الضوج داخل. والله سيدي مرات يعني تصير بينا حاله نسحب السير يعني نوصل مرحله بحيث صفينا الشارع، يجي واحد يطبق ساي الثاني ناشر له الريد عمي اطلع ساعدنا شويه، مرات الا نضطر يعني فرض الغرامه علي الله يتحرك من مكانه، فهذا بين ما تتفاوض وياه وبين ما يمشي صاير ازدحام مرات قوي، فهسه نعاني من هاي المشكله، واللي نرجوه من اخواننا السواق من رجل مرور ياشر لك يقول لك اطلع او اتحرك من مكانك وقوف ممنوع، نتمنى المساعدة بس يساعدونا تنساعدهم إلهم هم، ولا إحنا ما عدنا شيء إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله خير سيد. أعزائي المشاهدين الكرام، عقب على كلام العريف زياد، طبعا كلامه حلو، رسالة مختصرة وبها فائدة، نتمنى من الأخوة في عموم المحافظة سواء سائقي مركبات أو راجلة مشات يتعاونون مع رجال المرور يعانون بهذه الظروف المختلفة، جو حار، الصيام، يعني تعاون. وانت يا اخي يعني المشاهد الكريم انت صايم، يعني يفترض بيك انه تلتزم اكثر من ايام البقية، يعني انت من صائم تطلب رضا الله سبحانه وتعالى، فمن تتعاون يعني هذا اجر اكيد مضاعف لك، والعكس صحيح. اعزائي المشاهدين الكرام تواصل ويانا. أعزائي المشاهدين الكرام، رصدنا ساق المركبة اللي واقف جنبي أنه وقوفه يعني نوعا ما صف ثاني، فنلتقي مع الأخ اسم حضرتك؟ باسم فلاح حسن فراجي. أهلا وسهلا، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. أنا عليكم إن شاء الله أجمعين يا رب، إن شاء الله أمن أمان أهل المحافظة الأنبار إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله الوضع زين ومستدب إن شاء الله برجال قواتنا الأمنية بكل سنة إن شاء الله، والوضع إن شاء الله زين وهاي الأجواء إن شاء الله رمضانية، والوضع إن شاء الله مسيطر عليه بكل النواحي إن شاء الله يا رب. متعاونين ويا رجال المرور؟ رجال المرور جيد جدا، يعني نتعاون وياهم غصبا غرما، يعني الوضع شفناه احنا من سيء الى اسوء ان شاء الله، هسه انا ان شاء الله الى احسن والحمد لله يا رب والشكر، وان شاء الله بجهود رجال المرور كليتهم ان شاء الله الوضع زين ومسيطر عليه والسير ماشي، وان شاء الله الوضع زين ان شاء الله يا رب. تلاحظ الازدحام شارع عمر بن عبد العزيز، شنو برايك سبب الازدحام شنو؟ والله سبب الازدحام الاجواء الرمضانيه ان شاء الله، وناس تتوضع وان شاء الله الاوضاع زينه، والدل انه ما الدل انه يعني على الوضع ان شاء الله زين ومسيطر عليه ان شاء الله، واجواء رمضانيه مسيطر عليه ان شاء الله يا رب بالكامل. الوضع الامني طبعا ما يكون وضع امني جيد بصوره كامله بدون تعاون المواطن، صح ولا لا؟ نعم، المواطن يكون بالاول، اذا ما المواطن يتعاون ويا رجل المرور ويا رجل الامن ان شاء الله فيخلق الامن ان شاء الله، هو المواطن يخلق الامن في كل اجواء الرمضانية إن شاء الله وغير رمضان إن شاء الله، وإن شاء الله نبقى جادين
وإن شاء الله معاهدين الرجال القوات الأمنية بكل صنوفها نبقى إن شاء الله الخط المنيع والخط الصد إن شاء الله لكل ما تعرضه المحافظة إلى هجمات، إن شاء الله نبقى سد المنيع بكل القوات الأمنية بكل صنوفها إن شاء الله. شكرا أخ باسم. سؤال جواب، ما هي فائدة حزام الأمان لساق المركبة أو للركاب اللي معه؟ حزام الأمان يثبت دلالة، يعني لا سامح الله إذا صار حادث سير حادث كذا يثبت إليه يعني بأن يحتضن السائق أو الحماية الموجودين وياه إن شاء الله للمواطنين وياه يتعاون عليهم لازم بحيث يحاميهم من كل الصدمات ومن كل شيء إن شاء الله. زين. سؤال ثاني، عقوبة سائق المركبة اللي ما عنده جواز سواق تعرفها شنو؟ والله نعرفها الماشي 20,000 يعني، هذا عقوبة لها ماشي يعني، يعني أنا خطنا مادي بغداد فغرامتي أنا قبل أسبوع يعني وقفوا قدام السيارات اثنين وغرموهم كل واحد 20,000 دينار. زين. السرعة المحددة قانونا، يعني هسه حضرتك تريد تغادر مدينة رمادي إلى مدينة فلوجة، السرعة المحددة قانونا بهذا الشارع برأيك جيد؟ يعني قصدك هذا الشارع نفسيته العام لو بكل الرمادي يعني؟ لا هسه من تطلع من بوابة مال رمادي لمدينة الفلوجة هذا الشارع ايش قد السرعة المحددة قانونا؟ والله 80 كيلو هو هذا الماشي يعني 80 إلى أقل إلى أقل حتعرف أنت مطبات وسيطرات وكذا فماشي 80 60 70 ما هذا الماشي يعني. زين بصراحة أنت ايش قد تمشي؟ والله السريع امشي علي 140 وهاي لا والله الطرقات 60 80 مو واحد يعني نحكي الواحد واقع حال يعني واقع حال بس السرعة المحددة قانونا على طريق المرور السريع لازم أقل 140 أقل والله احنا نمشي ليش نحكي لكن نكون واقع حاليا ما ماكو لا كاميرات ترصد ولا رجل مرور موجود فتعرف انت مفتوح لنا الطريق ان شاء الله بس هذا كلامك مع احترامي لك بيفاول عليك قل لي شلون يعني قال لك كاميرا او قال له موجود رجل مرور يلا تلتزمون لا هو الالتزام ماشي الالتزام ماشي لازم الواحد يفرض الامن والالتزام كل مكان يعني موجود ما موجود من ذاته نعم بس نعرف ان نوبات تصير بها مجال يعني الواحد يمشي وللضرورة احكام يعني فيتحكم عليك يتحكم على الواحد بهذا الشيء يعني مشاهدي الكرام طبعا مثل ما تلاحظون سائق المركبة السوناتا وقوفه ممنوع صف ثاني نلتقي معه الله يساعدهم شلونك عين استاذ العزيز رمضان مبارك كل عام وانتم بخير عليكم اجمعين نشوفك وقوفك ممنوع صف ثاني تدري شارع عمر بن عبد العزيز بازدحام نعم بس شويه منتظر شخص يعني طبقت هذا المكان بس اكو مكان لي قدام اكو مثلا باركات يعني تدري الشارع هو بالاساس مزدحم كان الشارع مزدحم ماكو مكان يعني طبق بس هسه صار مجال ان شاء الله صراحه اطبق لك شو رايك بدور رجال مرور في مدينه رمادي والله دور جيد جدا وبارك الله بكم وموقفكم اكو تعاون مواطن اكو تعاون قليل يعني نسبه قليله يعني اول محاضرتك نعم اول محاضرتي رجال مرور تدري او رجال امن بصوره عامه يعني صعوبة يطبقون نظام سليم 100% إذا مو تعاون مواطن صحيح. مواطن هو أساس كل شيء صح صح لا صحيح تعاونكم ويانا جيد جدا وبارك الله بيكم زين سؤال شوف معلوماتك المرورية نعم سائق المركب اللي ما عنده إجازة سوق من تضبط المفارز المرورية شنو عقوبته بالقانون عقوبته بالقانون حجز لأنه أنا كنت ساكن بسليم وأنا ظلت 3 سنين اللي ما عنده إجازة سجن 6 شهور وغرامة 1,000,000 وهذا قانون نفسه هسه لا احنا مو غرامة 1,000,000 يعني تقريبا انت نص الإجابة جاوبت عليها صحيح بس الغرامة لا مو 1,000,000 يعني القانون المرور تكون غرامة يعني مالية على حتى الناس كلها تنضبط يعني بالإجايز زين سؤال ثاني ممكن لو تفضل ايه فائدة حزام الأمان للسائق واللي موجودين معاه بالمركبة شنو؟ أولاً سلامة الموجودين. نعم. ثاني شيء يعني يعني حزام الأمان يعني فكك يعني مش هواي شغلات بالاصطدام يعني. نعم. يعني مثلاً الحادث البريك المفاجئ. نعم. زين حضرتك عرجت على الشمال كنت أنت بالشمال ولاحظت التطبيق القانون هناك شلون الناس ملتزمة. ليش ما نطبق اللي حضرتك ذكرته هنا بالأنبار ليش مو أنا أقول لك يعني المواطنين ما يتعاونون يا رجال المرور ليش أحسي لك إياه ما حد يتعاون يعني
المفروض كلها تطبقها يعني. وهي مو صعوبة علي المواطن يعني إذا شد حزام الأمانة، أنا دي أحكي يعني بصورة عامة حتى أنا يعني. يعني هناك أنت من كنت تمشي تقدر ما لا أشد الحزام قبل لا أتحرك. هنا زين، أريد رسالة من حضرتك يعني إلك، رسالة إلك وللآخرين. والله أنا أوجه رسالة يعني لكل المواطنين يعني التزمون بال يعني بالملتزمات المرورية. أكو يعني عندك التقاطعات صايرة يعني ناس فوق ناس، يعني ما حد يطبق، ما حد يلتزم بالقانون بالنظام يعني بشكل عام. يعني يعني أنا أريد من حضرتك واللي يسمعوني عبر قناة الأنبار الفضائية، يعني أغلب أهل الأنبار تهجروا السؤال للشمال أو العاصمة الحبيبة بغداد، وشافوا القانون هناك يعني فائدة القانون تطبيق النظام. فنريد نقتبس هاي الحالات الإيجابية لمحافظتنا. يعني المحافظة من يطورها إذا مو أنت وأنا والآخرين وابن عمك وابن عمي، صح ولا لا؟ فلازم نقتبس هاي الملاحظات اللي ذكرتها، القانون يعني حتى اللي يمشي بالشارع ما يرمي النفايات، مثلا جيجارة شمرها بالشارع، قوطية البيبسي شمرها بالشارع، كلينسة شمرها بالشارع. هاي ايضا لازم كنا نتعاون، يعني مو ابو البلديه شي يصير، ابو المرور شي يصير، صح ولا لا؟ كلها تتعاون على مود شنو يعني تطبق النظام على الكل. المواطن اللي يسوي النظام هو اللي يطبق. شكرا اخي كريم. راسي اخوي العزيز كل العلم. الله يساعدهم. تاج راس خوي، وعليكم السلام. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. عليكم ان شاء الله، وانتم بألف خير ان شاء الله. دا اشوف سيارتك صف ثاني، مثل ما تلاحظ شارع عمر بن عبد العزيز بزخم مروري. حقك والله، كلامك على عين على راسي والله. السيارات طابقه. وانا شيء ثاني جيت للصيدليه هاي. وشوفت عينك هذا علاج، وين اطبقها يعني، صح لو لا؟ يعني تقدر تشوف لك مكان ثاني او بارك. ما حتى بارك ما موجود هنا في هذا الشارع، وتدري انت شارع سؤال جواب. عندنا يعني كم سؤال نسالك، يجوز سؤال على معلوماتك. حاضران. السرعه المحدده قانونا في الشوارع الخارجيه، مثلا هسه طريق رمادي فلوجه، نعم، ورايك ايش قد السرعه المقرره؟ 80 90 بها مجال، 100 بها مجال، بس تدري تطس على غفله والسائق براك ما منتبه، قبل تلزم بريك تصير تسوي حادث، صح لو لا؟ صحيح. والتأني حلو. زين سؤال، حضرتك ايش قد تمشي انت هسه؟ هسه انت طالع من رمادي الفلوجه، ايش قد تمشي؟ والله ما اعبر 80، اشدب عليك اذا اقول لك 80. اي والله اي والله سائق مثال انت. والله ما اعبر 80، ما متوازي. الوصال ايش قد فرق 10 دقائق؟ يعني خاصة يعني الشوارع بيها صيانة. صيانة رحم الله. آليات تشتغل وتبلط. اي والله صحيح، صيانة. أنا أقول لك الطريق صيانة، وتدري تنوب بسلامة الطيبين المحافظ محمد الحلبوسم شوارع الجزرات الوسطية وإنارة، وبعدك ترميم جزاء الله خير، هماتين التأني حلو. وبارك الله بيكم جهودكم الطيبة. زين سؤال ثاني، ما دام يعني تفاعلك زين أنا يعني خش على سائق المركبة إذا نعم. ما عنده جهاز السوق، نعم، شنو عقوبته قانونا يعني تعرف الجواب؟ تنحجز السيارة، تنحجز إذا بسجن. صحيح صح لو لا؟ عندك جهازة؟ عندي جهازة موجودة هاي. لا ما يحتاج على راسي. زين سؤال آخر، فائدة حزام الأمان شنو؟ والله تدري أنت هواية طبنا سواق غشمة، يفيد الحزام ناحية لا سامح الله حادث صار. أيه. يفيدك يعني صار حادث لا سامح الله، انضرب راسك بالسيارة بتجامد، وخاصة بسرعة كبيرة تتأذى يعني جسمك كله يتأذى. نعم. ففائدة الحزام الأمان يحميك من الحادث، لا تضرب بالسيارة، يحمي القدام يضرب من الجامة. نعم. لا سامح الله انقلب السيارة يحميك ما تطلع من السيارة. زين ولو اخرناك، لا ما عندي شيء. اكو تعاون برايك بين المواطنين في مدينه رمادي خصوصا المحافظه عموما ورجال المرور، يعني المواطنين متعاونين لو لا؟ والله العظيم بصراحه غير، انا تشوف المرور والله يعينكم، مو مجامله مو قدامكم لا والله، بهالحر
واقفين صيام. اي والله العظيم وصيام وشهر رمضان فضيل. يعني نطلب من الجهات الامنيه العليا ومن عقيد مدر عميد ليث الله يحفظه شويه هالله هالله بالواجبات، بنقول غيرها الواجبات هي تحتم علينا، يعني الوضع هو يحتم علينا خدمه مواطنين اربع ساعات اخلي بس احنا يعني هو رجال مرور الجائزه الثمينه اللي هم يحتاجوها هو التعاون فقط، تعاون المواطن متعاونين. قبل ماكو تعاون بزمن الامريكان الاحتلال ماكو تعاون وشانت فالتون، هسه لا والله تعاون وواقفين بمكان الاشارات المروريه، واقفين رجال المرور يوقف سير ينظم سير، ولو مو هم هوايه حوادث تصير بصراحه، هوايه حوادث تصير. والحمد لله والشكر الله يديم الامن والامان ان شاء الله علينا وعليكم، ورمضان كريم وللجميع ان شاء الله. شكرا اخرناك، شكرا عين من راس الله يحفظك لو سيد العزيز. أعزائي المشاهدين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المرور المجتمع قناة الأنبار الفضائية. أتمنى أنه وصلت رسائلنا ونصائحنا المرورية والأسئلة اللي طرحناها بهذه الحلقة، أتمنى أنه الأخوة استفادوا من الأجوبة سائق المركبات ولو بعض الإجابات غير صحيحة، ارتينا أنه الأجوبة نأجلها إلى الحلقة القادمة وبعدها نطرح الأجوبة الصحيحة. محدثكم مقدم المرور هيثم حسين والمصور المبدع أحمد الجنابي ومفوض المرور لؤي محمد علي، سنتواصل معكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.